اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيه المستمره معكم على شاشه اكسترا نيوز التي نتابع فيها تطورات الازمه الروسيه الاوكرانيه، وساكون معكم فيها انا مدى سعيد. أهلا بكم. قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي ومسؤولون عسكريون إن القوات الأوكرانية أسقطت 3 طائرات قاذفة روسية من طراز سو 34 على الجبهة الجنوبية. وأشاد زيلينسكي بوحدة منطقة أوديسا المضادة للطائرات لإسقاطها الطائرات الروسية في منطقة خيرسون. تصعيد جديد تشهده الأزمة الروسية الأوكرانية مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عزمها نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تزايدت المخاوف من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية عالميا رغم المساعي الدولية لتفادي التصعيد العسكري بين روسيا من جهة وأوكرانيا المدعومة من الغرب من جهة أخرى. التصعيد الجديد في الأزمة الروسية الأوكرانية هو إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عزمها نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إجراء قابله رد فعل روسي حيث هددت موسكو بالرد بالمثل واستعدادها لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة للرد بالمثل. أما على صعيد المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، فبحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني القضايا المتعلقة بتعزيز الإمكانات العسكرية لكييف وكذلك المساعدة التي يقدمها الغرب. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أشار إلى أن أوستن قدم أحدث المعلومات حول التقدم المحرز في عمل التحالفات بشأن تنمية القدرات للقوات المسلحة الأوكرانية والتي تم تشكيلها من قبل فريق الاتصال الغربي المعني بإمدادات الأسلحة إلى كييف. وتقدمت مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بتنسيق الدعم لأوكرانيا التي تضم نحو 50 دولة بأكثر من 80 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى الآن. شكر الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي خلال محادثة هاتفية رئيس وزراء هولندا مارك روتا على قرار البدء في إعداد أول 18 طائرة مقاتلة من طراز F-16 لتسليمها إلى أوكرانيا. كما شكر زيلينسكي هولندا على دعمها النشط لبدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أهمية تزويد كييف بمساعدة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل بمبلغ 50 مليار يورو في أقرب وقت ممكن. مشاهدينا الكرام، للمزيد حول تطورات الحرب الروسية الأوكرانية ينضم إلينا هاتفيا دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. برحب بك معنا دكتور أيمن. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بك دكتور أيمن. يعني بعد تحول بوصلة الاهتمام نحو الشرق الأوسط والصراع الدائر والحرب الدائرة على غزة، ربما ظهرت مؤشرات لإرهاق غربي نحو الحرب الروسية الأوكرانية. هل تستمر الحرب الروسية الأوكرانية لأعوام أم أن هناك مؤشرات على حسم هذه الحرب؟ أنا في رأيي ما زالت الحسابات حتى الآن هي حسابات صفرية ما بين أوكرانيا من جانب وروسيا من جانب. روسيا بتعتبر أنها ضمت 4 مناطق منذ سبتمبر عام 2022 وهي لن تتنازل عن هذه المناطق الأربعة، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014. وفي نفس الوقت يتحدث الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي على أنه يريد استرجاع كل الأراضي الأوكرانية بما فيها شبه جزيرة القرم.
حتى الدعوات لعقد صفقة بين الطرفين أو هدنة أو حتى الذهاب إلى طاولة المفاوضات لا تجد أذانا صاغية من الطرفين، وبالتالي حتى الآن ما زلنا أمام حسابات صفرية، رغم أن الواقع يقول أن جبهة الدعم الغربية لأوكرانيا تراجعت بشكل كبير، ليس فقط بالمناسبة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي، لكن حتى قبل ذلك كان هناك حديث عن إرهاق غربي وأمريكي. على سبيل المثال بتستهلك أوكرانيا في الشهر الواحد 250 ألف قذيفة مدفعية، هذا بيساوي استهلاك حلف الناتو لمدة شهر كامل، لمدة 6 شهور كاملة أثناء ذروة المعارك في العراق وأفغانستان. وبالتالي عندما تعهد الاتحاد الأوروبي في أغسطس من 2022 بتوفير مليون ذخيرة أو مليون طلقة أو مليون مدفعية لأوكرانيا، فشل بنهاية شهر أغسطس 2023 في توفير هذا الكم الهائل من القذائف. نفس الأمر بالنسبة لشركات الأسلحة الأمريكية بما فيها الشركات الكبيرة لوكهيد مارتن، رايثنون تكنولوجيز وغيرها، كل هذه الشركات قالت الرئيس جو بايدن أنها لا تستطيع أن توفر السلاح والذخيرة بالوتيرة التي تستخدمها أوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير 2022. لذلك هذه الشركات بدأت تعمل لأول مرة ثلاثة شفت أو ثلاث ورديات، رغم أن هذه الشركات عمرها أكثر من 100 سنة كانت تعمل وردية أو ورديتين فقط، ورغم ذلك لا تستطيع أن توفر كل هذه الأسلحة والذخيرة التي تستهلك على جبهة طويلة تبدأ من خاركييف في أقصى الشمال الشرقي من أوكرانيا وصولا إلى زاباروجيا وخيرسون في الجنوب. طيب هنا في هذه المعطيات في إطار حديثك دكتور أيمن، يعني هناك يعني رد أو يعني منهاج من الولايات المتحدة وتصعيد خطير منها في نشر صواريخ طويلة المدى وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط، كيف ستنعكس هذه التصريحات على مسار الحرب الروسية الأوكرانية؟ أنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنهي الصراع في قطاع غزة بشكل سريع حتى تتفرغ للمعركة في أوكرانيا. كما تعلمين الكونغرس في الوقت الحالي رفض إقرار أي مساعدات عسكرية جديدة سواء لأوكرانيا أو لإسرائيل. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية بتريد إغلاق طي صفحة ما حتى تتفرغ للصفحة الأخرى. ضمن المسارات الموازية لاستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاحتمال اجتياح روسيا لأوكرانيا بعد في الربيع القادم أو بعد انتهاء موسم السلوب الحالي، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من السيناريوهات. السيناريو الأول اللي حضرتك أشرت إليه وهو نشر سلسلة من الصواريخ قصيرة المدى ومتوسطة وبعيدة المدى والتي يمكن أن تحمل حتى رؤوس نووية سواء في أوروبا أو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بهدف أن تكون مستعدة لمجابهة أي تحرك روسي من أي في أي جبهة. هذا واحد. الأمر الآخر، هناك تفاصيل نشرتها الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية نشرت أكثر من 270 قنبلة نووية تكتيكية في أوروبا وتحديدا في وسط وشرق أوروبا وبشكل أخص فيما يسمى بمجموعة بودابست التسعة. مجموعة بودابست التسعة وهي بتضم دول البحر البلطيق الثلاثة بالإضافة طبعا إلى رومانيا وبلغاريا والمجر وتشيك وسلوفاكيا وبولندا. هذه الدول التسعة التي تمثل مجموعة بودابست استقبلت عدد هائل من القنابل النووية التكتيكية، وهي قنابل صغيرة ليست بالقنابل التي مثل القنابل التي تم استخدامها في اليابان في الحرب العالمية الثانية. وأنا في رأيي هذه رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حلف الناتو تقول لروسيا إذا ما أردت اجتياح الجزء الأوسط من أوكرانيا والوصول إلى الحدود الأوكرانية البولندية كما يتصور بعض مخططي الاستراتيجية في وزارة الدفاع الأمريكية، إن هذا الأمر سوف يواجه برد أمريكي ورد من حلف الناتو صارم، ليس فقط بالأسلحة التقليدية المعروفة مثل السلاح والذخيرة العادية، لكن ربما يكون أيضا بإجهاض مثل هذا التحرك عبر نعم. إذن دكتور أيمن، يعني ما زالت المخاوف تزداد وهناك
مساعي عديدة لوقف هذه الحروب حتى لا تتأثر القوى العالمية وحتى لا يتأثر العالم بأجمعه أكثر من ذلك. يعني أعود بك إلى نقطة تحدثت بها وهي مهمة عن الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تريد أن تتفرغ لصراع واحد. هناك ضغوط كثيرة عليها من جانب إسرائيل في الحرب على غزة، ومن ناحية أخرى هناك أيضا قرارات صارمة منها في الدعم في هذه الحرب. هل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التعامل مع الصراعين؟ أنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تتعامل مع صراعين متزامنين بهذا الشكل، ولا تنسي أن هناك صراع ثالث متفجر في منطقة الإندو باسيفيك مع الصين، خصوصا ما يتعلق بتايوان. فصباح اليوم تايوان قالت أن هناك أكثر من 10 طائرات صينية اجتازت المنطقة الحدودية البحرية ما بين تايوان والصين. أنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع، رغم أن دائما الرئيس بايدن يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة. السبيل الدليل على ذلك نقص السلاح، نقص الذخيرة، نقص الطيارين. هناك مشاكل كبيرة جدا يتعرض لها الجيش الأمريكي، وهي نقص الطيارين خصوصا الذين عملوا في البحرية الأمريكية. وأعلن البنتاغون في نهاية شهر يوليو الماضي عن مسابقة لتوظيف أكثر من 12,000 طيار، لم يتقدم أو لم ينجح إلا 3,000 طيارين فقط. هذا يؤكد نقص كبير جدا في عدد الجيش. حتى الذين يلتحقون بالجيش الأمريكي تراجعوا بشكل كبير للغاية. الهدف للولايات المتحدة الأمريكية أن تصل إلى حوالي 1.5 مليون متعاقد مع الجيش الأمريكي. بنهاية شهر أكتوبر الماضي أعلن الجيش الأمريكي أنه لم يحقق من هذا الهدف إلا 37% فقط. وهذه المشاكل الكبيرة في البنية أو الجانب البنيوي في الجيش الأمريكي، سواء المتعاقدين أو الطيارين أو غيرها، بتدفع الولايات المتحدة الأمريكية للاعتماد على الجانب التكنولوجي والجانب الصناعي وتوفير الأموال. طيب هناك سؤال يطرح نفسه على ساحة هذه الحرب دكتور أيمن، ولم يتم الإجابة عليه حتى الآن، وهو لماذا لم يتم حسم هذه الحرب من أحد الأطراف؟ يعني الأطراف لا طرف قادر على حسم هذه الحرب، لماذا؟ أنا في رأيي كلا الطرفين هناك تماثل أو تقارب في القوة بشكل كبير جدا، وأيضا في تقدير هناك خطأ في الحسابات. يعني على سبيل المثال، كان قبل الحرب الروسية الأوكرانية الولايات المتحدة الأمريكية نفسها والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية مثل مؤسسة راند البحثية وغيرها كانت بتروج لفكرة أن إذا ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا سوف تكون هذه الحرب حرب سريعة وحرب خاطفة. فوجئنا بأن هذه الحرب هي حرب طويلة وحرب ممتدة وليست سريعة وليست خاطفة. حتى فيما يتعلق بهجوم إسرائيل على قطاع غزة، البعض توقع أن هذا الهجوم لن يسير في البداية إلا أو يحتاج في البداية إلى 3 أسابيع أو 4 أسابيع. نحن الآن في اليوم 80 أو أكثر من ذلك ولا يبدو نهاية لهذا الحرب. لذلك نمط هذه الحروب في الوقت الحالي لا تقوم على انتصار طرف، لكنها فقط بتقوم على أن طرف من أحد الأطراف يقوم بإفشال أهداف الطرف الآخر. نعم، هنا يعني مساعدات عسكرية، تدريبات غربية، أيضا حرب خنادق. يعني كما تحدثت دكتور أيمن، الطرفان متماثلان بعض الشيء في القوة. إذن ما هي أولويات طرفي النزاع الآن؟ في الوقت الحالي أنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل في الشهرين الحاليين الأولوية بالنسبة لها هو دعم إسرائيل بشكل كامل وغير مشروط، ربما في يعني تأمل في تحقيق انتصار على الفصائل في قطاع غزة، هذا أولا. وتؤجل حسم الصراع في أوكرانيا إلى ما بعد الشتاء. شهور الشتاء في الغالب بين أوكرانيا وروسيا يتجمد فيها الصراع، لأنه لا تستطيع الدبابات والمجنزرات والمعدات الثقيلة من التحرك على أرض يعني غير متماسكة. وبالتالي الأولوية في شهر يناير وفبراير في تقديري سوف يكون الولايات المتحدة الأمريكية هو دعم إسرائيل بشكل كبير للغاية. لكن إذا ما طالت الحرب في قطاع غزة إلى ما بعد شهر فبراير القادم ودخلنا في فصل الربيع، وقتها سوف يكون المأزق الحقيقي في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن وقتها سوف يكون مطلوب منها دعم أوكرانيا في حرب قد يكون هجوم مضاد آخر يبدأ في الربيع القادم، وفي نفس الوقت دعم إسرائيل. كل هذا في ظل كونغرس يعارض دعم الطرفين. اليوم صباح اليوم السيناتور الكبير جدا في مجلس الشيوخ بيرني ساندرز قال أنه لن يوافق ولن يقبل
فكرة دعم إسرائيل أو إرسال 10 مليارات دولارات لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة. وبالتالي أنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون الأمر بالنسبة لها سهل خلال الشهرين القادمين، لكن إذا ما دخلنا في فصل الربيع سوف تكون اختيار أولوية من الأولويات المتاحة في غاية الصعوبة. جزيل شكر على هذه الإيضاحات دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 4690 قتيلا وجريحا وإسقاط 259 مسيرة و30 صاروخا وأربع مقاتلات وثلاث مروحيات في أسبوع. وفي بيان عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية توجهت على مدار الأسبوع 39 ضربة بأسلحة عالية الدقة ومسيرات استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية ومرافق الملاحة الجوية ومحطات الوقود ومستودعات ومخازن الأسلحة والذخائر، كما أشارت إلى تصدي القوات الروسية لهجمات أوكرانية في محاور كوبيانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون. هاتفيا من كييف دكتور عماد أبو الراب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، برحب بك معنا دكتور. تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. تحية لك. بعد التحية دكتور عماد، يعني نتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية والتصعيدات الخطيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإطالة أمد هذه الحرب، كيف تسير الحرب في ساحة المعركة الآن؟ بالتأكيد الكل بداية يتمنى أن يكون هناك أفق لمسار تسوية سلمية يحقق يعني نوع من إنهاء هذه الحرب، لكن في ظل غياب هذا المسار للأسف الحرب تحصد يعني خسائر كبيرة بين الجانبين. أنا صدقا لا أعتمد الأرقام التي تذكر الآن لأنها نوع من الإرضاء الشعوب سواء للجانب الروسي تحديدا وللجانب حتى الأوكراني. الأرقام التي تذكر في حجم خسائر الطرف المعادي أو المخالف فيها يعني أرقام مهولة، هذا يعني كأنها يعني جبهات محتدمة عكس ما نشهده في الواقع. الجبهات حاليا كما أشار الضيف من قبل يعني وافقه الرأي أن المسار التقدم البري شبه متوقف بالكاد، يعني بعض المناطق ربما يكون تقدم بمئات الأمتار القليلة أو العودة ودون الوقوف فيها والبقاء والتموضع فيها. بالتالي المشهد الذي نراه اليوم هو مجرد يعني مناوشات وتبادل القصف مدفعي، وبالتأكيد استخدام المسيرات، استخدام الطائرات، استخدام المدافع البعيدة المدى في مواجهة المدن. نحن هنا في أوكرانيا وسط وغرب أوكرانيا، العاصمة ووسط أوكرانيا والغرب، منذ 3 شهور لم نشهد أي هجمة معتبرة يمكن أن نعتبرها هجمة شرسة في ضد المدن. أما الجبهة الساخنة هي مناطق في خيرسون وزابوريجيا وخاركوف ودنس، هذه المناطق لا زالت تواجه يومياً هجمات متبادلة بين الجانبين. إذن على ماذا تراهن أوكرانيا دكتور عماد الآن؟ أوكرانيا هي في موقف صعب من ناحية أنها لا تستطيع القبول في التنازل عن أراضيها، وهذا يهدد وحدة السلام وسيادة الأراضي الأوكرانية. أي قيادة سياسية وأعني بها الرئيس وقائد الدفاع وقائد الجيش إذا وقع على قبول يعني التنازل عن الأراضي مقابل السلام هو سيتعرض لمحاكمة بتهمة الخيانة. الأمر يحتاج إلى استفتاء الشعب الأوكراني. باعتقادي أن أوكرانيا بحاجة الآن إلى حوار وطني مغلق يجمع كافة القادة السياسيين والعسكريين والخبراء ليتباحثوا ويتدارسوا مدى إمكانية التعويل على الدعم الغربي. الدعم الغربي الآن يهدد أوكرانيا
بأنه لن يقدم لها ما تم تقديمه من قبل، وأعني به تحديدا أمريكا بداية وحتى دول الاتحاد الأوروبي. التصريحات التي نسمعها كل يوم من كثير من المسؤولين في أمريكا تشير أن أمريكا فعلا 2024 لن تقدم الدعم الكافي لأوكرانيا لشن هجوم مضاد ربما بالكاد يكفي أوكرانيا للدفاع عن المناطق التي تتواجد فيها. يعني ما هي السيناريوهات الأقرب للواقع الآن بعد إطالة هذه الحرب؟ هل القوة الروسية غير كافية على حسبها؟ اعتقادي أيضا أن القوات الروسية جابهت يعني عزيمة ويعني صمود للجنود الأوكران، وأيضا لم تتوقع أن الغرب سيدعم أوكرانيا كل هذا الدعم، وهذا الذي عطل وأخر تقدمها في بعض المناطق، وبالتالي أوكرانيا نجحت في صد الهجوم الروسي، ولكن هذا النجاح كان على حساب أن بعض المناطق سقطت في يد الروس. الذي نعول عليه والذي أعتقد أنه ربما يكون واقعيا أقرب إلى حل هذه الحرب التي يعني تهدد الأمن والسلم العالمي والاقتصاد العالمي، ربما يكون أن يكون هناك جلوس بين الحلفاء للتباحث حول كيفية إدارة المناطق التي تم احتلالها، بحيث يتم التوافق على إدارة تقبل بها روسيا وأوكرانيا ودون أن تتراجع عنها روسيا ودون أن تتنازل عنها أوكرانيا. طيب، الولايات المتحدة الأمريكية ومع عزمها نشر صواريخ في المحيطين وفي متوسطة المدى وقصيرة المدى أيضا في أوروبا ومنطقة آسيا، هل الولايات المتحدة قلقة من استمرار هذه الحرب؟ الموقف الآن كيف ترى؟ المشكلة الموقف الأمريكي يعني أيضا متباين وفيه ضبابية نوعا ما، لأننا نسمع تصريحات أيضا ونحن نرصدها ونتابعها لبعض المسؤولين الأمريكيين الذين يقولوا أنهم يخشوا أن تسقط القيادة الروسية الحالية، لأنه في حالة سقوطها سيكون هناك نوع من الانفلات الأمني، وهناك أسلحة نووية وهناك أسلحة جرثومية أو كيماوية أو غيرها، فبالتالي هي تخشى من سقوط النظام الروسي. ماذا يعني ذلك؟ إذن هي تدرس أو تفهم أن النظام الروسي باقي، ولكنها تريد أن تستنزفه وأن تشغله أكثر. هذا يعني أننا لازلنا سنعاني أكثر في الأيام القادمة والشهور القادمة من طول أمد الحرب التي لم تقدم فيها الغرب الدعم الكافي لتحسم أوكرانيا من جانبها استعادة أراضيها، وبنفس الوقت لم تستطع روسيا كذلك الحسم بالسيطرة وإحكام السيطرة على الأقاليم التي أعلنت أنها ضمتها بشكل مباشر. إذن ما هو السبيل الآن لإنهاء هذه الحرب برأيك دكتور عماد؟ يعني ما هي أولويات طرفي النزاع إن صح القول؟ أنا باعتقادي إذا نظرنا ما هو الشيء الذي يخشى كل طرف، روسيا تخشى أنها إذا تراجعت عن ضم الأقاليم التي أعلنت أنها يعني أصبحت تابعة لروسيا، سيصبح ذلك خسارة سياسية لها ولقيادتها، وأنها استنزفت شعبها واقتصادها بدون أي يعني نتائج. والعكس كذلك، أوكرانيا إذا توقفت وقبلت أن يتم ضم وتنازلت عن أراضيها، يعني أنها خسرت أرواح المواطنين وشردت الملايين ويعني هدمت البنى التحتية لها، فبالتالي نريد أن نخرج الطرفين دون أن يشعر أي منهما أنه يعني مهدد، نريد أن نشعر أن يشعر كل طرف أنه يعني قام باختيار القرار السياسي لحماية أمن بلده القومي، ولكن المخرج باعتقادي وهذا دور الوسطاء أن يجمع الطرفان على النقطة الأساس الخلافية الآن هي المناطق الأقاليم الأربعة التي تم ضمها، والنقطة الثانية الانضمام للناتو. باعتقادي أصبح وضع الناتو والانضمام أوكرانيا إلى الناتو بعيد الأمل، ربما يكون في سنوات أو عقود ليس سنوات قادمة يطرح هذا الموضوع، لكن لم يصبح هذا العرض حاليا على طاولة المفاوضات أو طاولة أولويات أوكرانيا حاليا. أما المشكلة الثانية التي لا زالت وهي الخسائر التي تمت في خلال الفترة الماضية، وأعني بها ضم روسيا للأقاليم الأربع، وحتى هي تريد أن تستكمل ضم مناطق من دنيتسك حتى تكون سيطرة بشكل كامل، إضافة إلى بعض مناطق زاباروجيا. مدينة زاباروجيا كمركز مدينة حتى الآن في أيدي الأوكران ويعيش فيها المواطنين الأوكران
الذين يتعرضوا يوم. طيب يعني بعد هذه الإيضاحات والمعطيات يعني دكتور عماد، ومع عدم حسم هذه الحرب من أي من أطرافها، وكما تحدث معي ضيفي الكريم قبل قليل أن القوتين متشابهتين في القوة ولا أحد يستطيع أن يحسم الصراع، هل يستطيع أو من الممكن أن نشهد تحول إلى طريق آخر في هذا النزاع؟ بالتأكيد يعني الآن الدول التي تدعم الحرب سواء تدعم روسيا أو تدعم أوكرانيا لابد أن تدرك أن روسيا اقتصادها لم ينهار، وأن روسيا لا زالت تصنع وليس لديها أي يعني تأثير في عدد الخسائر الأرواح البشرية في جنودها، ولديها إمكانية لعمل تعبئة إضافية، وبالتالي الرهان على ذلك لن يحقق نتائج. وبالمقابل أوكرانيا أيضا الشعب لا زال متماسك، وإن كان الشعب الآن بدأ يبحث عن حلول. الشعب الأوكراني داخليا بدأ يناقش، يعني بدأنا نسمع أصوات جديدة تبحث مسائل، هل أوكرانيا تقف موقف الدفاع أم يمكن أن تستمر في الهجوم؟ والأصوات التي بدأ صوتها يعلو أننا أفضل أن ندافع من أن نشن هجوم، لأننا لسنا قادرين الآن على النجاح في شن أي هجوم في أي منطقة سواء كانت أراضي أوكرانية محتلة بعد فبراير 2022 أو حتى التي تم احتلالها كشبه جزيرة القرم 2014. نشكرك جزيل الشكر دكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، كنت معنا عبر الهاتف من كييف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود من بعده لاستكمال باقي هذه التغطية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ننوه لهذا الخبر العاجل، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حيث تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي وإجراءات بناء القدرات الوطنية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلا عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة. وقد تناول الاجتماع في هذا الصدد المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والدور الذي ستقوم به الدولة لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين، فضلا عن السيناريوهات المستهدفة لتخفيض واردات مصر من المواد البترولية. وقد وجه الرئيس في هذا الصدد ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، مؤكدا أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة فضلا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية.
أعلن الأسطول الروسي في البحر الأسود أن سفن البحر الأسود الروسية أجرت تدريبات لصد هجمات الطائرات بدون طيار. وأوضحت وكالة أنباء تاس الروسية أن أطقم السفن التابعة لأسطول البحر الأسود أجرت تمرينا لحماية القاعدة البحرية والمنشآت المدنية في مدينة سيفاستوبول من هجوم طائرات بدون طيار، مضيفة أن البحارة تدربوا على كشف وضرب وسائل الهجوم الجوي للعدو، ليس فقط باستخدام معدات السفن والأسلحة المضادة للطائرات، ولكن أيضا الأسلحة الصغيرة وأنظمة الصواريخ المحمولة في نقاط الدفاع الجوي. هاتفيا من موسكو معنا الأستاذ رامي القليوبي الباحث السياسي، برحب بك معنا أستاذ رامي. مرحبا. يعني نتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية التي طال أمدها حتى الآن، كيف يبدو المشهد العسكري أو هذه الحرب الروسية الأوكرانية الآن أستاذ رامي، وكيف ينعكس على المعادلة الدولية التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالفعل كما فكرت، الحرب المفتوحة بين روسيا وأوكرانيا قد طال أمدها وهي تقترب الآن من نهاية عامها الثاني، ولكن خلال عام مضى هناك تغيرات كثيرة قد طرأت على المشهدين الميداني والدولي، نظرا لقرب أو نظرا لانشغال العالم بالنزاع في قطاع غزة وما ترتب عليه من تقليص الدعم الغربي لأوكرانيا. ففي الأشهر الماضية قد شاهدنا حالة من التكافؤ على الأرض بين روسيا وأوكرانيا، لكن الآن حتى بدأت تتبلور ملامح لتفوق روسيا، وفبذلك يبدو أن الرهان الروسي على العامل الزمني قد أتى بنتائجه المرجوة، لأن بالفعل الدعم الغرب لأوكرانيا قد تراجع وبات الغرب يدرك أنه لا يمكن إلحاق هزيمة عسكرية بروسيا. طيب يعني إذا كانت هذه المعطيات واقعية وأنها أتت بالهدف المرجو منها القوى الروسية، لماذا لم تكن قادرة على إنهاء وحسم هذا الصراع؟ في الواقع روسيا قد أخفقت في عدة حسابات في بداية الحرب، ومنها مثلا أساءت تقدير الحقنة الموالية لروسيا في الداخل الأوكراني. عند بدء الحرب كان هناك رهان على إحداث انشقاقات في النخبة السياسية والعسكرية الأوكرانية، وهذا لم يحدث لأن أوكرانيا حينها أظهرت تمسكا يبدو أن روسيا لم تضعه في الحسبان. كذلك روسيا لم تكن تتوقع أن يذهب الغرب لفرض كل هذه العقوبات عليها وتقديم كل هذا الدعم لأوكرانيا، لكن الآن الوضع تغير نظرا لمرور الزمن، ويبدو أن الغرب قد سئم من دعم أوكرانيا ويسعى لإنهاء الصراع ولو بشروط روسية. طيب يعني مع إرهاق الغرب كما تحدثت، ما هو السبيل لإنهاء هذه الحرب؟ رغم التقدم الذي تحققه إلا أن روسيا لا تزال عاجزة عن تحقيق نصر عسكري كامل، لذلك يبدو أنه سيتم عقد مفاوضات، ربما ستحدث تغييرات ما في الكتلة الغربية مثل ربما وصول أو عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الرئاسة حتى يبدأ بممارسة الضغوط على أوكرانيا حتى تقبل بالتفاوض مع روسيا وتقديم تنازلات لإنهاء النزاع أو تجميده على الأقل. يعني بالطبع هناك تعويل كبير على هذه النقطة أستاذ رامي كما تحدثت، يعني ما مدى فعالية التعويل على هذه الخطوة؟ بكل تأكيد إذا وجد انتخاب ترامب فهذا سيكون لصالح روسيا، لأن بايدن هو يمثل الحزب الديمقراطي المعروف بدرجة عالية من التضامن في المسائل مثل دعم الحلفاء في أوروبا وكذلك في الملف الأوكراني، بينما يمثل ترامب التيار المناهض للعولمة. وفي حال كان ترامب في السلطة في العام الماضي لكان قد قال للأوكرانيين روسيا جرتهم فاذهبوا لحل مشكلاتكم معها وليس عبر الدعم الغربي،
كونه كان رجل أعمال أكثر منه رجل سياسة. فبالتالي يعني أعتقد أنه إذا ويد انتخاب ترامب فهذا سيساعد في إنهاء النزاع. نعم، يعني كما ذكرنا منذ قليل سويا أستاذ رامي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدير الصراعات، هذه الصراعات العالمية. وناقشت مع ضيوفي قبل قليل أن الولايات المتحدة الأمريكية لابد لها أن تتفرغ إلى صراع معين أو إلى صراع واحد. الآن مع خطوة اعتزامها نشر صواريخ لها في أوروبا وأسيا والمحيطين، كيف ستنعكس هذه الخطوة إذا تمت على مسار هذه الحرب الروسية الأوكرانية وبالتزامن مع الضغوط عليها في الصراع الآخر الدائر في الشرق الأوسط؟ أعتقد أنه لا بد من التفريق بين الأمور. فقيام الولايات المتحدة بنشر الأسلحة في مختلف أرجاء العالم هذا يندرج ضمن خطط تحقيق الأمن والمصالح الاستراتيجية، بينما النزاعان الروسي والأوكراني والفلسطيني الإسرائيلي هم أقرب إلى نزاعات تكتيكية حيث تتم المحاربة بوسائل بدائية نسبيا وأسئلة تكتيكية وليست استراتيجية. لكن بالمفهوم الواسع أتفق معك في أن الولايات المتحدة لا تستطيع دعم أوكرانيا وإسرائيل في آن ما، والآن يبدو أن الجزء الأكبر من الدعم بات يذهب إلى إسرائيل ربما نظرا لوجود لوبي يهودي قوي في الداخل الأمريكي. نعم، إذن ما هي أطراف التفاوض الحقيقية في الحرب الروسية الأوكرانية؟ بكل تأكيد الطرفان المباشران هم موسكو وكييف، ولكن من المستبعد أن يتم عقد مفاوضات مباشرة فورا نظرا لتراكم الخلافات والخسائر لدى الطرفين. فالأرجح أن تبدأ العملية التفاوضية بمفاوضات غير مباشرة ربما وفق نموذج جنيف السوري، حيث كان المبعوث الأممي إلى سوريا يتفاوض مع وفدي الحكومة والمعارضة بشكل منفصل ثم ينقل رسائل كل طرف إلى الطرف الآخر، وحينها لم تصل الأمور إلى مفاوضات مباشرة نظرا لتمكن الحكومة السورية من إحكام السيطرة على أغلب المناطق على الأرض. لكن في الحالة الروسية الأوكرانية حل المفاوضات المباشرة وارد ربما بحلول نهاية العام المقبل أو بداية العام 2025، لأن هناك إدراكا روسيا وأوكرانيا وغربيا بأنه لا يمكن القتال إلا ما لا نهاية في وسط أوروبا. نعم، نشكرك جزيلا الشكر أستاذ رامي القليوبي الباحث السياسي، كنت معنا من موسكو هاتفيا، شكرا جزيلا لك. وأنتقل الآن مشاهدين الكرام عبر سكايب من موسكو أيضا دكتور عمار قنا أستاذ العلوم السياسية، برحب بك معنا دكتور. تحياتي سيدتي الكريمة. أهلا بك. يعني دكتور عمار، يعني نتحدث عن إطالة أمد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على المستوى العالمي، هل برأيك ستحل هذه الحرب على طاولة مفاوضات أم في ميدان المعركة؟ فيما يتعلق يعني في هذه الحرب وممكن نعته يعني بالصراع الروسي الغربي بقيادة الولايات المتحدة، مما لا شك فيه أن المفاوضات هي يعني ستكون الحل النهائي، ولكن ليس في المرحلة الحالية كما أراه، وذلك اعتمادا يعني ومن خلال قراءات السياسة الخارجية الأمريكية المتخبطة يعني في أكثر من ملف دولي، منها يعني الملف الأوكراني وملف يعني العدوان الصهيوني على غزة. فلذلك اليوم يعني هناك تورط واضح للولايات المتحدة في مغامرتها ممكن القول وتوظيفها السياسي والعسكري لأوكرانيا خلال يعني الأشهر أو العام النصف الماضي. فلذلك يعني نحن أمام مراحل يعني متعددة من هذا الصراع، لكن ما دامت يعني الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض لا أعتقد أنها بإمكانها تقديم يعني التنازلات لروسيا، مع العلم نرى أن يعني كفة العسكرية هي تميل يعني لروسيا، والأمور الاقتصادية تتفاقم يعني عند حلفاء الولايات المتحدة، وأعني هنا المنطقة الأوروبية. وهناك أيضا يعني عامل مهم جدا وهو التعثر في عملية تسليح أوكرانيا. نعم، هنا نتحدث عن الدعم الغربي دكتور عمار، هل يحدث فارق في العمليات العسكرية؟
مما لا شك فيه يعني الدعم الغربي اليوم هو في حالة تقلص، ورأينا يعني أن الطرف الأمريكي من خلال تعطيل يعني الكونغرس للمعونات الأوكرانية، هذا كله يعني يشكل يعني عاملا سلبيا في استمرار أولا العمليات العسكرية وتأثيرها يعني على المسار السياسي لهذه الأزمة. لا توجد لدى الولايات المتحدة اليوم كما أراه رؤية استراتيجية واضحة لما بعد يعني الأزمة الأوكرانية، فلذلك مد الأزمة بالنسبة لواشنطن هو تعتبر يعني يعتبر جزء من التكتيك للوصول إلى ممكن يعني محاولات ضغط، لكن لا أرى أنها في هذه الفترة مناسبة. هذا كله يتناسب اليوم يعني مع إضافة عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا من قبل الخزانة الأمريكية، فهذا إن دل على شيء فإنه يدل يعني على مفهوم يعني الإفلاس يعني السياسي للولايات المتحدة في محاولات يعني لتحسين الحالة يعني في المنظومة الدولية. لكن يعني لا أرى أن هناك يعني أفقا يمكن من خلاله لكييف أن تقدم حتى يعني للغرب للمنطقة الأوروبية شيئا على الأرض ملموسا من خلاله يمكن الاستمرار في هذا الدعم. رأينا الست أشهر الماضية بما سمي في الهجوم المضاد والذي تعثر وفشل تماما، فاليوم السؤال المطروح لدى الحلفاء يعني الغربيون ما بعد الهجوم المضاد، فباتت معادلة يعني أوكرانيا للمنظومة الأوروبية هي معادلة خاسرة. لكن الولايات المتحدة اليوم هي في حالة يعني استمرارية عمل يعني هذه الدوامة ممكن القول بها والإطاحة يعني جزئيا بالحليف الأوروبي. نحن مقدمون على فصل الشتاء وباعتقادي ستتفاقم الأزمة الاقتصادية بناء على أسعار الطاقة. نعم، قبل أن نتحدث في هذه النقطة دكتور عمار، تحدثت عن يعني مجمل حديثك يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي نقطة الارتكاز في هذه الحرب. منذ قليل تحدث معي ضيفي الباحث السياسي أستاذ رامي القليوبي وقال أن التفاوض أو أطراف التفاوض هي بين كييف وموسكو، ولكن بوجهة نظرك كيف ترى من هي أطراف الحقيقية للتفاوض في هذه الحرب؟ سؤال مهم جدا سيدتي الكريمة. لو نظرنا أن ما يحدث اليوم يعني في أوكرانيا ممكن القول أنه يعني صراع عسكري جزئي يعني بمشهده يعني العسكري هو إقليمي، لكن المعادلة لدينا هي جيوسياسية كاملة يعني المعالم. فمسألة يعني التفاوض لا يمكن يعني القول بأن كييف هي من ستفاوض، ممكن شكليا هي كييف، لكن يعني نحن نعلم يعني والجميع يعلم بأن كييف يعني وهذه السلطة السياسية ما هي إلا فقط يعني أداة وظفتها الولايات المتحدة منذ عام 2014 سياسيا، وقبل يعني عام ونصف وظفتها عسكريا. لكن فكرة يعني التفاوض لم تنضج لغاية اليوم في واشنطن، وفيما يتعلق يعني في المفاوضات الكبرى أرى أنها ستكون يعني على طاولة من ثلاثة أطراف: الطرف الأمريكي، الطرف الروسي، والطرف الصيني. فلذلك نحن اليوم يعني في مخاض يعني من جملة من هذه التفاعلات الجيوسياسية وتداعياتها الإقليمية، وهنا يمكن الربط يعني ما يحدث في الشرق الأوسط أيضا يعني وما أوكرانيا ما هي فقط إلا جزء من هذه التفاعلات الدولية بالشكل يعني أيضا يعني اليوم كييف هي لا تستطيع خوض هذه المفاوضات بناء على المرسوم التشريعي الذي وقعه زيلينسكي بعدم خوض أي مفاوضات. هناك أيضا يعني معطيات تأتينا من الداخل الأوكراني يعني بأن الآن يعني هي في حالة غير مستقرة أكثر مما كانت عليه في السابق، فلذلك الأخطاء الاستراتيجية التي قد ارتكبت يعني من قبل واشنطن باعتقادي يعني اليوم نرى تفاعلها ونتائجها على الأرض. نشكرك جزيل الشكر دكتور عمار قنا أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر سكايب من موسكو، وبشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الساعة من التغطية المتواصلة معكم على مدار اليوم. كنت معكم أنا مدى سعيد، هذه تحياتي وإليكم أيضا تحيات فريق العمل. إلى اللقاء.